محمد يمكن بيقولوا كده انه اثناء البطوله انت بتعرف بطل، مين البطل في البطوله؟ من المواجهات الكتيره القويه اللي خاضتها مصر والمنتخب المصري، شايف البطوله بتاعتنا؟ باذن الله بالتاكيد لازم نثق في هذا الامر، لانه التعامل السيكولوجي دايما لما باجي اتكلم معاكم بنتكلم عن التعامل السيكولوجي والعقليه الاحترافيه بتاعت لاعبينا، المشروع بتاع المدير الفني للمنتخب الوطني، وانه بدا يقرا لاعبيه. كنا بنتكلم عن انه في تغييرات كتير بتطرا على التشكيله المصريه دلوقتي. احنا خلاص عارفين التشكيله من غير ما نتكلم في مين يعني موجود. يعني انت مش متخيل النهارده مفاجات زي ما كنا بنشوف مفاجات؟ يعني اعتقد مثلا النهارده على وجه التحديد في قصه عمرو السوليه مع ايمن اشرف، الثلاثي اللي هو دايما بيلعب بيه ده، تعتقد انه ممكن يكون في تغيير النهارده؟ دايما التغييرات في اضيق الحدود، لكن النهارده مش هيبقى فيه تغييرات، لازم يلعب على التشكيله الاساسيه الثابته. يعني مش هيبقى فيه تغييرات كبيره، لانه الناحيه الشمال مش هيحتاج فيها ايمن اشرف، فتوح بسم الله ما شاء الله. الراجل كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني طوره دفاعيا، فخلانا مطمنين. دايما كنا بنتكلم عن انه لا، في بعض المباريات ممكن في الجبهه اليمنى بتاعه المنتخبات زي كوت ديفوار على سبيل المثال، انه لا نخلي ايمن اشرف في العرضيات بالظبط، او انه يبقى يمنع السورس مصدر الخطوره بتيجي من عندهم. نفس الكلام النهارده مثلا محمد صلاح عليه ادوار انه يرجع علشان اليوسيس على سبيل المثال، لاعب من اللاعبين المؤثرين او مرموش في هذه الجهه ناحيه ساديو ماني الجهه اليسرى بتاعت السنغال. ايمن اشرف هيكون عليه دور في هذه المباراه نص الملعب، مين اللي مايل ناحيه الشمال، ناحيه ممكن انني هو اللي يبقى مايل في هذه الجهه، او لاعبي نص الملعب. فبشكل عام الادوار كلها مش هيبقى فيها تغييرات. مصطفى محمد كمان هيبقى له دور مهم جدا، كله لازم يلعب، الكل في كل الادوار بتاعته ما شاء الله يعني هجومي. بس برضو زي ما قلنا معدل الاستشفاء، ازاي تم عمليه الاستشفاء خلال 48 ساعه ما قبل مباراه الليله، لانه مهم جدا التعامل زي ما اتكلمنا التعامل السيكولوجي، التعامل البدني بالنسبه للاعبين في هذه المباراه. طيب سعيد، هيبقى جيم مفتوح ولا شايف الوضع هيكون صعب شويه؟ لا انا بشوفه هيبقى جيم معقد جدا. الفريقين هيبقوا متحفزين، لان المباراه دي داخلها مجموعه مباريات جانبيه ما بين ساديو ماني صلاح، ما بين المدرسه الاوروبيه او البرتغاليه المتمثله في كارلوس كيروش اللي طوال الوقت بتثبت تفردها وتميزها، ومدرسه افريقيه صعبه بطموح كبير جدا مع اليو سيسي. بشوف فيها صراعات كتير جدا بتخلي الماتش صعب جدا. بنشوف كمان منتخب السنغال بيلعب تاني نهائي على التوالي، منتخب مصر صاحب الثمن بيسعى للنجمه الثامنه، وفريق خسر النهائي من 4 سنين في 2017. فبالتالي حاله الجاهزيه، حاله الاستعداد، حاله الدوافع المتشابهه والمتقاربه جدا جدا عند الفريقين بتجعل او بتزيد من صعوبه المباراه. كمان التقارب في المستويات بين الفريقين في تقارب شديد جدا جدا، رغم ان على الورق انت بتشوف افضليه لاسماء انديه، لكنها مجرد افضليه على الورق ومجرد اسماء انديه ما تخضش. المستويات متقاربه جدا جدا ما بين الفريقين، مستوى في ارض الملعب هو ده صحيح. لا صحيح، وكمان في جانب مهم جدا ان معظم لاعبي المنتخب السنغالي اللي هم بنتكلم عن انهم بيلعبوا في انديه كبيره ما بيلعبوش، يعني باريس سان جيرمان وغيره. بنتكلم عن بايرن ميونخ ما بيلعبش، ما بيشاركش خالص، بونصار مثلا بنتكلم عن باريس سان جيرمان ما بيشاركش، سواء ديالو او دريسا جيج ما بيشاركوش. فاحنا بنتكلم عن عناصر موجوده في اسمه بس موجود في الفريق لكنه ما بيشاركش، بالتالي لا يمثل خطوره او ما يبقاش ند قوي مثلا، ما بشوفوش صاحب افضليه اكبر من اللاعب المصري. لا بالعكس، انا بشوف ان اللاعب المصري بشخصيته كمان اللي قاله ساسيه اتكلم عنها امبارح، هنتكلم امس يمكن، وده يقلقك اكتر، ان هو بيقول لك احنا مش ببني استراتيجيتي على محمد صلاح، انا ببني استراتيجيتي على لاعبي الاهلي والزمالك، لان انا عارف لاعبي الاهلي والزمالك في مصر هم مصدر وسر قوه المنتخب المصري، وهم متمرسين على افريقيا وفاهمين افريقيا كويس جدا وعارفين طبيعه اللعب الافريقي. كله ده كان زمان، كله ده كان زمان، ده احنا دلوقتي عندنا اجيال ينزلوا فعلا ينيموا افريقيا من المغرب ولسه جداد. صحيح، لكن هو الراجل يعني هو مدرك ما لم يدركه خليلو زيتش مع المغرب. يمكن انا شخصيا كنت متخوف جدا من المغرب، وكنت بشوف ان احنا مهمتنا هتنتهي عند المغرب. كان ماتش من اصعب الماتشات طبعا يعني. لكن خليلو زيتش اظهر تخوف كبير جدا، وقال قبل المباراه ان احنا جربنا اكتر من استراتيجيه لعب لايقاف محمد صلاح، فبنى الشكل الخططي بتاعه كامل وغير الشكل اللي لعب بيه طوال 4 مباريات علشان محمد صلاح. فبالتالي غابت قوه المغرب الحقيقيه، في حين ان اليو سيسي أدرك الخطأ ده أو واخد باله إن الموضوع مش محمد صلاح بس، مدرك إن المنتخب المصري قوته في الحالة الجماعية بتاعته، وإنه قادر يصل من أكتر من خلال أكتر من عنصر، وإن الفريق كتلة متكاملة. وبالتالي أنا بشوف إن الراجل يعني شايفنا كويس، مقدرنا كويس، وأنا كنت حابب إنه ما يكونش شايفنا كويس. طب خير محمد، طب قول لي زيزو تفتكر النهارده هيتم الدفع بيه من اول المباراه، ولا مساله انه عنده انذار دي هتاخره شويه، او مساله انه كارلوس كيروش دايما بيكون زيزو عنده البديل الذهبي؟
بالظبط كده، هو البديل الذهبي. فكره انه امام عاشور اعتقد ياخد الجبهه اليمنى في هذه المباراه، خد ثقه من مباراه الكاميرون الاخيره لما نزل صحيح سرح شويه. شفت مشاركه امام عاشور ومهند لاشين ازاي؟ ودي كانت المشاركه الاولى تقريبا بالنسبه لهم. بالتاكيد هي كانت المشاركه الاولى، ثنائي نزل بديل في احداث المباراه. ميزه كارلوس كيروش انه بيعيش الكل في المباراه، فبينزل مركز، فبيقدر يعمل اضافه مش بس لاعب وخلاص، عكس مثلا بعض اللاعبين اللي لم يتم استدعائهم زي مثلا احمد رفعت على سبيل المثال. لعيب لو مش عايش في المباراه ممكن ينزل يبقى عبء على المنتخب، الا لو كان نازل بدوافع مختلفه سيكولوجيه. فهو اختار اللاعبين اللي يقدر يتعامل معهم بالعقليه الاحترافيه اللي ممكن انا هاخدك اذا انت حاضر في المباراه على البنش. ويمكن شفنا ده بوضوح في ساعه اصابه ابو جبل لما صبحي نزل الكام دقيقه دول، لكن الحقيقه ادى اداء يعني عظيم من حراسه المرمى لحتى تريزيجيه او احمد سيد زيزو لما بينزلوا بيعملوا تغييره وايجابيه على ارض الملعب. ده مهم جدا، اعتقد انه امام عاشور النهارده هياخد دوره، مش هيخليه يسرح في بعض الكرات لانه برده قدام الكاميرون سرح كتير للامام، فلازم ياخد حضره في الاطراف لانه قوه المنتخب السنغالي انا عطيتهم اكتر من مباراه بما فيها كان ليا نصيب علق مباراتي نصف النهائي الاون سبورت اف ام للراديو، وعلقت هذه المباراه تحديدا لمنتخب البوركيني امام المنتخب السنغالي. عندهم عيوب كتيره جدا من مباراه زيمبابوي المباراه الاولى في دور المجموعات، منتخب يخونه كمان العناصر الفرديه اللي اتكلمنا عنها انه ساديو ماني في كتير من الاحيان لو لقى مدافع صلب واحنا لعبتنا عايشين في المباراه وصحيين على ارض الملعب لا يزهقوه. مين النهارده هيلعب على ساديو ماني مدافع؟ اعتقد في هذه الجهه هو في المعشور وعبد المنعم، والمفروض ان لكن هو ساديو ماني بيلعب في نفس الجبهه اللي فيها محمد صلاح وبيحتاج اكتر من حد ان هو يمسكه كمان مش حد واحد. ساديو ماني طبعا انت بتدافع قدامه بالمجموعه بالكتله، يعني انت اخطر حاجه ممكن تراهن عليها ان انت تلعب عنصر على عنصر، وده غالبا ما بقاش موجود، وده سر نجاحنا في البطوله. يعني احنا طول الوقت بنعمل ثنائيات، يمكن باستثناء المباراه الاولى اللي سيبنا فيها محمد عبد المنعم لما لعب مكان اكرم توفيق. مباراه نيجيريا دي كانت الاسوء على الاطلاق. كنا امام نيجيريا لاعب محمد عبد المنعم في مواجهه سيمون وحده، سيمون تفوق في كل المواجهات الفرديه وقتها، لان الموضوع واحد على واحد في الغالب هي في صالح المهاجم ان ده صعب لما بيلاقي لما يلاقي المساحه. انما احنا بنلعب بثنائيات سواء النني مع الظهير الايمن امام عاشور، او في الجهه الاخرى عمرو الصريه مع فتوح، طوال الوقت بيبقى 2 على 1 في الحاله الدفاعيه، فده بيفرق، وده اللي مطلوب جدا النهارده في مواجهه ساديو ماني. طبعا امام عاشور مع محمد النني ان شاء الله يكون يشكلوا ثنائيه قويه جدا ويقدروا يوقفوا. لكن احنا كمان ناخد بالنا من حاجه، يعني انا النهارده منتظر استراتيجيه السنغال هتكون مبنيه ازاي، صلاح وماني في نفس الناحيه. يعني انا اول مره صلاح ماني في الشمال وصلاح في اليمين، هل ساديو ماني هيعود عشان يقوم بادوار دفاعيه لمسانده الظهير اللي وراه، ولا في لاعب احد لاعبي الوسط هيكون مكلف؟ انا بشوف حتى لو في تكليفات واضحه او ان ساديو ماني يبقى محرر هجوميا او حتى صلاح محرر هجوميا في الجانب المصري، انا بشوف ان الاثنين هيبذلوا جهد اكبر وهيدافعوا لانهم حريصين انهم يتفوقوا على بعض. انا هشوف ساديو ماني النهارده لان هو اوريدي ساديو ماني من اول البطوله ما بيرجعش ياخد ادوار دفاعيه، وماني في خلال البطوله لما تتفرج عليه تلاقيه برده محرر وما بيرجعش كتير، وبيبقى هو اللاعب الوحيد اللي بيستثنى. لكن النهارده انا بشوف انه هيعود كتير، فانا اتمنى انه يرجع لان هو عودته هتاخد من جهد البدني اكتر وهتريحنا وتدينا فرصه ان امام عاشور يتقدم او يصعد لقدام، فبالتالي ان شاء الله اشوف ان الموضوع يكون في صالحنا اكتر.